الجيش الإسرائيلي توغل بريا داخل أراضي قطاع غزة بعملية مدروسة ومحسوبة، وجاءت هذه التفاصيل كاملة من قبل الجيش الإسرائيلي اليوم وكذلك قناة N12 العبرية، ونشروا مقطعا مصورا لطبيعة هذا الاقتحام الإسرائيلي الذي ظهرت فيه الدبابات الإسرائيلية بالإضافة إلى الجرافات الخاصة بهم وهي تدخل داخل أراضي قطاع غزة بهذه الطريقة التي ترونها طبعا، وهي تشتبك كذلك أيضا مع عناصر حركة حماس بهذه الطريقة التي نراها، وبالتالي هو مقطع مثير وأسئلة كبيرة حول ما جرى وكيف جرت هذه الأمور وإلى أي مدى دخل الجيش الإسرائيلي في أراضي قطاع غزة. طبعا إذا ما جئنا إلى هذه التفاصيل وحاولنا أن ندقق من إحدى اللقطات المهمة التي أظهرت تقريبا الموقع الذي اقتحم منه الجيش الإسرائيلي، ستلاحظ أولى هذه الأمور وأولى هذه العلامات المهمة بأننا أمام البحر المتوسط بهذا الاتجاه، وستجد بأننا أمام طريق وسياج ومساحة واضحة جدا حتى نصل إلى وادي كما هو واضح وكأنها منطقة منخفضة أو وادي صغير من الغبار، هو يؤكد لك بأن هذه منطقة منخفضة فيها أشجار مزروعة طبعا، وهنالك بعض العلامات الواضحة مع كومة أشجار هنا ومنطقة مزروعة، ليس هنالك كثير من العلامات ولكن هذه أبرز النقاط الوادي الذي نتحدث عنه، وطبعا هنا ثلاثة مربعات زراعية 1 2 3 حتى نصل إلى نقطة فاصلة بين مربعين يأتي وسطها هذا المبنى الذي ترونه هنا، هي علامات مهمة لكي نتأكد إلى أي مدى دخل الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي في هذه العملية، وواضح طبعا الجيش الإسرائيلي والدبابات هنا وهي تسير في هذه المنطقة وبعد ذلك قاموا بالاقتحام والدخول في لقطة أخرى بهذا الشكل. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي، الواضح أن البحر المتوسط هنا والواضح أن عملية الاقتحام جاءت باتجاه مدينة غزة، ولكن يجب أن نمشط المنطقة من البحر المتوسط لكي نبحث عن الوادي الذي تحدثنا عنه، والوادي يظهر هنا عند تمشيط المنطقة، ولنتجه إلى اليمين قليلا بما أننا وجدنا النقطة الأساسية التي نبحث عنها البحر المتوسط، هذه المنطقة واضحة، لنبتعد قليلا الآن من القمر الصناعي ونحاول أن نأخذ صورة أوضح للشهر الماضي على الأقل، ونتوقف طبعا هنا بهذا الشكل وسنحاول أن نرى هذا الموقع. سترى فعلا بأننا أمام الطريق أمام السياج وهذا الوادي الذي تحدثنا عنه، كل العلامات متطابقة تماما مما رأيناه، وهذا هو الطريق الذي كان واضحا، وطبعا بالنسبة للمربعات الثلاثة التي تحدثنا عنها هنا الأول هنا الثاني هنا الثالث وهذه النقطة الفاصلة المبنى صغير نوعا ما هنا البحر المتوسط، لنذهب ونتأكد من هذا المبنى مرة أخرى لكي نتأكد فقط من هذه العملية، ستجد فعلا أن هذا هو المبنى الذي ظهر أمامنا، بالتالي كل شيء مؤكد ليس هنالك شيء مختلف عن الموقع الذي ذكرناه والذي تحدثنا عنه، بالتالي المنظر العام لهذه العملية هو كان بهذا الشكل وبأن الدبابات الإسرائيلية فعلا كانت حاضرة في هذه المنطقة كما هو التصوير كان واضحا، 4 أو 5 دبابات تقريبا وكانت تسير جرافتين من نوعية كاتربيلر D9 من الجرافات التي أساس عملها ووجودها هي أنها تفتح الطريق لهذه الدبابات طبعا من أجل أن تقوم بعملية التقدم، والتقدم كان قد ظهر وهم يتقدمون بهذا الاتجاه باتجاه هذا الطريق وتوقفت اللقطة، لم تكن هنالك لقطات أكثر لطبيعة إلى أي درجة طبعا قاموا باقتحام هذه المنطقة، بالتالي هي نوعية هذه العملية وبأنها فقط 4 أمتار ولمدة ساعات استمروا في هذه العملية وبعد ذلك طبعا تغير الوضع تماما. أساس العملية والاقتحام من الجانب الإسرائيلي تأتي لعدد من الأسباب، أولى هذه الأسباب هي أولا استنزاف الدفاعات الموجودة طبعا لحركة حماس في هذه المنطقة، بالإضافة إلى ذلك لضرب القدرات الخاصة بالأسلحة المضادة للدروع التي ممكن أن تباغت الجيش الإسرائيلي، وأيضا لاستطلاع القوة جس نبض الدفاعات الموجودة. وبشكل عام وأهم ما يجري من هذه العملية والسبب الأساسي لها هو من أجل الاشتباك ومشاغلة الخطوط الدفاعية الموجودة لحركة حماس في هذه المنطقة من أجل تحقيق أمر أساسي، ألا وهو أن يجعلون الجرافات صدق أو لا تصدق أن تعمل في هذه المنطقة، تفتح السياج، تقوم بعملية إزالة الموانع الموجودة، المرتفعات أو النقاط المرتفعة الترابية التي ممكن أن تعرقل عمل الدبابات الإسرائيلية بكل تأكيد، وبالتالي
طالت هذه العملية لمدة ساعات بالنسبة لهم لكي يحققوا الهدف الأساسي وهو فتح مسارات للجيش الإسرائيلي تهيئة الأرض لكي يذهبوا إلى المرحلة الثانية ألا وهي التقدم البري السريع للجانب الإسرائيلي عندما طبعا تعلن ساعة الصفر. انتهت العملية، انسحبوا وتركوا الأراضي الموجودة في قطاع غزة من دون أي جرحى أو أي قتلى بحسب ما تم إعلانه على المستوى الرسمي. وعمل الجرافات كان واضحا، إذا ما ذهبنا إلى الجرافات الآن ولاحظنا من المقاطع المصورة ستجد كيف أنها تعمل بشكل مستقل وهنالك اشتباكات، هذه مدرعة وهي تشتبك، وسترى هنا مثلا من هذه اللقطة هم يشتبكون طبعا كما تحدثنا بهذا الاتجاه مع عناصر حركة حماس، ولكن في حقيقة الأمر هنالك جرافة هنا تعمل تهيئ الطرق، تهيئ الأرضية، تهيئ المسارات للأرتال الإسرائيلية الكبيرة التي من المفترض أن تتقدم من هذه المنطقة فيما بعد كمرحلة ثانية، وهذه هي الجرافات التي تحدثنا عنها بكل تأكيد. هذا هو أساس العمل الإسرائيلي بكل تأكيد كما تحدث الجانب الإسرائيلي عنه وكما نشرت بتفاصيل ومن تفاصيل عديدة من المواقع العبرية التي تحدثت عن هذه المسألة. وهذا هو ليس الاختراق الأول من نوعه، لا أبدا، بل كان هنالك اختراقا في الأيام القليلة الماضية من خاصرة قطاع غزة باتجاه خان يونس في منطقة مفتوحة لنفس السبب تماما، ولكن كتائب القسام كانت حاضرة في عملية اصطياد القوات الإسرائيلية وتمكنت من قتل جندي وجرح 3 جنود أيضا، وأحرقوا كذلك الجرافات، طبعا جرافتين، وأيضا أحرقوا دبابة إسرائيلية وأجبروها على عملية الانسحاب. بشكل عام قناة أو موقع وكالة والا نيوز الإسرائيلية قالت هذه العمليات هي تتم بشكل مستمر، إسرائيل تقوم بعمليات في الداخل، تدخل إلى العمق، تشتبك وتهيئ الأرض بشكل مستمر وتنسحب، وبالتالي هم يقومون بهذا الأمر بشكل مستمر لسبب مهم، تهيئة الأرضية للبدء بعملية برية في داخل قطاع غزة كمرحلة ثانية لتشكيل منطقة عازلة بفر زون أن تكون وتتحقق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي لمنع الفصائل الفلسطينية من التفكير بمباغتة العمق طبعا الإسرائيلي عندما يبدأون بعمليتهم البرية. كذلك قناة كان العبرية تحدثت بأن خطة نتنياهو الآن هي الاستمرار بعمليات القصف العنيفة للمدن الموجودة في قطاع غزة، في مدينة غزة، في دير البلح وغيرها، من أجل طبعا تدمير الأرض، مسحها تماما واستهداف كذلك الأنفاق قدر الإمكان، وبعد ذلك تأتي عملية التقدم الإسرائيلية كمرحلة ثالثة للسيطرة طبعا على هذه المنطقة. خطوات مدروسة وواضحة للغاية، وعمليات الدمار طبعا لقطاع غزة كبيرة للغاية عندما نرى ونلقي نظرة على هذه الصورة للقمر الصناعي، لاحظ هذه قبل الحرب في قطاع غزة وهذه بعد، لاحظ الدمار الهائل، الأرض بدأت تبدو مدمرة للغاية في قطاع غزة، الكثير من الضحايا يسقطون جراء هذه الضربات، ولكن لها حسابات عسكرية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. والعملية التي جاءت باتجاه مدينة غزة وهذا الاختراق الذي جاء وجاء بعد ساعات طبعا من كلام صدر من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، رئيس وزراء إسرائيل، قال لقد حددت موعدا للعملية البرية مع رئيس الأركان، كل شيء مثبت، وحتى أن الجانب الإسرائيلي قد أجل ووافق على تأجيل بدء العملية البرية، وطبعا وافق على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة قالت لإسرائيل بأننا يجب أن نجلب المنظومات الدفاعية الباتريوت الثاد، نوزع قواتنا، نضيف القوات التي نريد إضافتها في المنطقة، مسألة الأسرى نريد حلها قبل بدءكم بالعملية التي تبحثون عنها البرية على قطاع غزة. بالتالي هم وافقوا لأنهم أيضا يعملون على عمليات و خطوات للقيام بهذا العمل البري بالنسبة للجانب الإسرائيلي. لكن نتنياهو بنفسه أساسا اعترف في السابق بشكل واضح بأن الحرب ستكون طويلة، الجيش الإسرائيلي قال بأن حماس يهيئ لحرب طويلة وصعبة للغاية، ليس فقط بسبب أن الفصائل الفلسطينية، حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، بأنها قوات غير نظامية تجيد حرب العصابات وحرب الشوارع، وكذلك لديها إمكانيات عالية في التفخيخ والطائرات المسيرة وغيرها، لا أبدا، بل المشكلة في الأنفاق وحرب الأنفاق التي سيواجهها الجيش الإسرائيلي. إسرائيل رادار كشفت تفاصيل مهمة للغاية في 24 ساعة الماضية عن بعض التقديرات الإسرائيلية عن الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فتحدث هذا المصدر بأن هنالك 1300 نفق
خاص بطبعا حركة حماس موجودة في قطاع غزة تمتد لعشرات الكيلومترات طبعا، وبأن الفصائل الفلسطينية حقيقة عندما تتحرك في داخل هذه الأنفاق وعندما تقوم بعمليات الاتصال فيما بينها طبعا، وهذه الاتصالات التي تجري تحت هذه الأنفاق لا يعلم عنها شيئا الإسرائيليون، لا يستطيعون تعقب الجنود من حركة حماس وهم يتحركون من هؤلاء المقاتلين، كيف يتحركون؟ ما الذي يخططون له؟ ما هي الاتصالات؟ ما الذي يجري رغم كل التكنولوجيا التي يتمتعون بها، الطائرات التجسسية وغيرها وإمكانياتهم على الأرض والروبوتات وغيرها، إلا أنهم فعلا ليسوا قادرين على معرفة ما الذي يجري من اتصالات وتخطيط وتحركات تحت الأرض. لا بل إن حتى القيادة الخاصة بحركة حماس بأكملها تتواجد في داخل هذه الأنفاق، وكذلك غرف لقيادة العمليات العسكرية موجودة في داخل هذه الأنفاق بحسب ما تحدث طبعا عنه إسرائيل رادار. لا بل إن حتى إن أسلحتهم وصواريخهم وإمكانياتهم تتواجد أيضا داخل هذه الأنفاق، وبالتالي إسرائيل غير قادرة على استهدافها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، وما هو يصعب الأمر طبعا على الجيش الإسرائيلي بأن بالنسبة لفصائل حماس قادرة على عملية فتح ثغرات في الأنفاق طبعا الموجودة إلى سطح الأرض، ويقومون باستخدام الصواريخ الخاصة بهم على الجيش الإسرائيلي ومن ثم طمرها وإخفائها تماما، بالتالي التخفي، السرعة، التنقل، قيادة عملية حياة كاملة تحت الأرض هي التي تصعب تماما على الجيش الإسرائيلي مسألة التفكير في هذا التقدم. وما يصعبها أكثر هي مسألة الأسرى، فهنالك أيضا الأسرى الذين ألقوا القبض عليهم في عمليتهم الكبيرة تحت عملية وتحت اسم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وضعوا الأسرى تحت الأرض تحت الأنفاق، بالتالي إسرائيل يعني ليست قادرة، ليس من السهل عليها التفكير في تدمير كل الأنفاق وضربها بقنابل البنكر باستر مخترق القبول، لا أبدا، لأنهم ممكن أن يقتلون أسرى مزدوجي جنسية وتتسبب لهم مشكلة ويتوقف الغرب عن دعمهم في هذه العملية المهمة للغاية بالنسبة لهم. ولذلك إسرائيل بحسب يدعوت أحرنوت مؤخرا نشرت صورا لمحاكاة للجيش الإسرائيلي وهو يقوم بعملية تدريبات على أنفاق تقريبا صمموها مثل التصميم الخاص بحركة حماس، وهم يتحركون طبعا تحت الأرض بهذا الشكل ليتهيئون بأن عليهم اقتحام بعض هذه الأنفاق والاشتباك مع حركة حماس، ولذلك هي حرب ليست سهلة أبدا على الجيش الإسرائيلي، خاصة أيضا أن التهديدات الإيرانية مستمرة تجاه إسرائيل وتهدد إيران بشكل مستمر، وهذا اليوم جاء تهديد واضح من قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اللواء حسين سلامي وجه تهديدات واضحة وقال إذا بدأت إسرائيل بعملياتها وبهجومها البري في غزة فسيدفنون فيها، لا بل إن يوم غد ستكون هنالك بداية لمناورات كبيرة للغاية بالنسبة للجانب الإيراني، الجيش والقوات البرية الإيرانية ستبدأ بتدريبات كبيرة أطلقوا عليها مناورات اقتدار 1402 كما تلاحظون، والجانب الإيراني جاد في عملية تهديداته، وخاصة وأن الإثباتات عن عملية تدخل إيران مباشرة بالعملية التي جرت في 7 أكتوبر تزداد شيئا فشيئا، فجاءت تفاصيل مثيرة للغاية نشرت يوم أمس من الول ستريت جورنال، تحدثت بأن مقاتلي حماس تدربوا في إيران قبل 7 أكتوبر، وتحدثوا بأن التدريبات كانت لما يقرب من 500 مسلح من حماس وحركة الجهاد الإسلامية الفلسطينية شاركوا في التدريبات في سبتمبر أي الشهر الماضي قبل العملية بشهر تقريبا، والتي قادها ضباط من قوة القدس أي فيلق القدس الإيراني الذي يقوده إسماعيل قاني وهو ذراع العمليات الخارجية طبعا للحرس الثوري الإيراني. وبالتالي هنا إيران متدخلة بشكل مباشر، ويعني بأن إيران ليست قادرة على التضحية بحركة حماس، إن ضحت بحماس وحركة الجهاد الإسلامي قد يعني خسارة كبيرة بالنسبة للجانب الإيراني على العديد من المستويات، ولذلك هي تصعد عن طريق فصائلها المسلحة في العراق على سبيل المثال، صعدت وتهاجم وهاجمت اليوم كما تم الحديث بهذا الشكل وتبنوا هذه العملية فصائل المقاومة طبعا الموجودة في العراق، هاجموا طبعا قاعدة عين الأسد، تبنوا الهجوم الذي جاء على قاعدة الشدادي في الداخل السوري، وقبل ساعة أو ساعة ونصف من الآن تقريبا كان هنالك هجوما على قاعدة الحرير التي يتواجد فيها طبعا مستشارية التحالف الدولي، وهذا هو الأمر الذي يجعل اليوم الرئيس الأمريكي جو
بايدن بحسب الواشنطن بوست في حيرة من أمره. هو يقيم مسألة توجيه ضربات مباشرة لهذه الفصائل على المستوى العراقي وعلى المستوى السوري للرد على ما يجري طبعا من هذه الهجمات. وطبعا الجمهوريين هم يضغطون على بايدن للقيام بهذه العملية، ولكن هو يعلم تماما بأن الأمور قد تتوسع، لأن بوتين الرئيس الروسي دخل على الخط وقال الحرب الإسرائيلية الفلسطينية من الممكن أن توسع رقعة الحرب، في إشارة إلى روسيا بأننا نراقب ونعلم ما الذي يجري، وهذا أمر خطير بالنسبة لبايدن، ولا يريد توجيه ضربة وتشتعل الأمور مرة واحدة. ولكن قيادات وجنرالات أمريكية مهمة مثل جوزيف فوتيل جنرال أمريكي متقاعد معروف طبعا قال مع إرسال الأصول العسكرية الإضافية إلى المنطقة يمكننا بل ويجب علينا الرد بشكل مباشر أكثر على هذه التهديدات التي تواجه قواتنا، وأيضا أن هنالك تدريبات بالنيران الحية في الداخل العراقي من قبل قوات التحالف الدولي كما تلاحظون قد بدأت يوم أمس، قد نشرتها الفوكس نيوز الأمريكية، بدأت عمليات تدريبات مع الإعلان بشكل رسمي أن هنالك 24 جريحا من القوات الأمريكية من الهجمات من هذه الفصائل المسلحة الموجودة في العراق، في القواعد في العراق وفي القواعد في سوريا. وأيضا أن أوسن ديفندر قالت بأن عدد الجرحى قد ارتفع من 24 جريحا أمريكيا إلى 30 أمريكيا، بالتالي الولايات المتحدة لا بد أن تفعل شيئا تجاه هذا الأمر. لكن التحركات الدبلوماسية الإيرانية من جهة أخرى مستمرة. على سبيل المثال هنا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان تم الإعلام بشكل رسمي بأنه قد وصل إلى نيويورك، وها هو وزير الخارجية الإيراني للمشاركة طبعا في اجتماعات مهمة في اجتماع الأمم المتحدة كذلك من أجل أن تفاوض إيران حول هذه المسألة وما يجري من تطورات خطيرة.